بقى لخبر آخر وده خبر لطيف جدا، يعني يمكن كتير مننا بيعاني منه، كلنا وقعنا في الموضوع ده. فكرة الموظف الكشري، يعني يمكن كلنا بينا وبين بعض كده لما بنيجي نتكلم نقول لما بنيجي نروح نخلص الورق بيبقى الموظف كشري، وبنبقى شايلين هم تخليص الأوراق ده علشان الموظف السخيف اللي احنا ممكن نقابله. طبعا انا بحيي كل الموظفين، لكن انا بتكلم على هذه الفئه، يعني دايما كل مجال فيه وفيه. طيب، من بين بقى الخدمات اللي بتقدم لينا هي خدمه العملاء في الحقيقه، اللي تقريبا بقت موجوده دلوقتي في غالبيه الاماكن واللي بنتعامل معاها. الغريب بانه معظم الناس بتكون غير راضيه عن خدمه العملاء، يعني معظم الاغلبيه فعلا للاسف على الطريقه اللي بيتعاملوا بيها خدمه العملاء. بيحصل دايما ان احنا بنتخانق معاهم وصوتنا بيعلى وبيرفعوا لنا ضغطنا، وبيبقى لكذا سبب في الحقيقه. اولا بالبلدي كده، يا بيكون الموظف اللي خدمه العملاء اتم، فده واحد مش متدرب اصلا على التعامل مع الناس، يا بيكون ما عندوش معلومه، يعني هو اصلا محطوط في مكان محدش مدربه محدش مفهمه طبيعه الخدمات اللي عنده، فهو مش عارف ايه المنتج اللي هو بيقدمه. فانت بتيجي تسال عن معلومه وهي دي شغلته انه يدلك عليها، تلاقيه مش عارف او محتاس، او يقولك طب انا هحولك لمعرفش مين، طب انا هحولك لاداره معرفش، وهكذا. فده طبعا بيضيع وقت المستهلك او بيضيع وقت العميل، وفي نفس الوقت بيفور دمه يعني. فتعالوا نستقبل اتصال هاتفي من، لان الزبون دائما على حق، فعايزين نستقبل اتصال هاتفي من الاستاذه ميرنا صلاح خبيره الاتيكيت عشان نعرف منها ايه هو اتيكيت التعامل مع خدمه العملاء. وصباحك صباح الورد. صباح الورد. يعني خلينا دايما من منطلق انه يعني الكاستمر او الزبون دائما على حق، فاحنا عايزين بقى نشوف ايه هو اتيكيت تعامل خدمه العملاء مع العميل. يعني احنا بنحاول دلوقتي ندي نصائح للي بيشتغلوا في مجال خدمة العملاء، وإيه الاتيكات أو القواعد الاتيكات العامة للتعامل مع العميل ده أولا، وثانيا التعامل مع العميل لما بيبتدي بقى يتعصب. حضرتك ضفتي حاجة مهمة جدا، قلتي في البداية إنه في حاجة في التعامل، إحنا فعلا يعني عايزين نتكلم في فن التعامل. المفروض الأول قبل أنا ما يبقى في حد في خدمة العملاء أنا بمرنه كويس جدا على فن التعامل بشكل عام داخل المجتمع عشان يقدر يتعامل بفن وبرقي وبذوق. أنا عندي هنا المفروض طبعا العميل لما بيجي لي، طبعا هما كل عميل بيبقى مختلف عن العميل اللي قبله. مفروض في عميل ممكن يكون بيتكلم معي يبقى عصبي جدا، وفي عميل يبقى مكتئب اصلا، وفي عميل يبقى عادي الدنيا بالنسبه له، المشكله بالنسبه له هي سهله، وفي عميل تبقى المشكله بالنسبه له بسيطه جدا ويكبرها قوي. ايه انا دوري هنا كخدمه عملاء؟ اول حاجه عندي فن الاستماع. المفروض الاول انا بستمع كويس جدا للعميل، بس قبل ما بستمع له كمان انا لازم ادرس حاله العميل اللي بيكلمني. هل العميل ده هو متعصب؟ هل العميل ده هو المشكلة بالنسبة له موصلة لدرجة ان هو مش قادر ان هو يعني يتكلم او حتى يشرح؟ طب انا هنا المفروض ان انا عندي خدمة العملاء اول حاجة الرقم اللي حضرتك عايز تتكلم او عايز تضيف مشكلته، الرقم كام؟ لا دي على فكرة مشكلة. المفروض ان انا هنا بتكلم مع العميل الاول بقول له زي كومباني مو لطيفة، لو هو داخل على طول متعصب المفروض ان انا باخده بالراحه جدا، بس اهم حاجه عندي بقى الاستماع، استمع للعميل كويس قوي، اشوف مشكلته. الاعتذار على يعني الاعتذار على الفاضي والمليان مش كويس، ان انا كل شويه اقول للعميل طب انا متاسف يا فندم، طب حقك عليا يا فندم، لا هنا المفروض ان انا بحط نفسي مكان العميل، المفروض بقول له فعلا عندك حق، المشكله دي فعلا تضايق، انا لو مكان حضرتك هتضايق وهتضايق اكتر كمان. هنا ببدا انه انا امتص غضب العميل. تمام، فالعميل هنا بيبدا يهدى، ابدا انا افهم منه المشكله واحده واحده وابدا احل له المشكله. لو مش في امكاني ان انا احل له المشكله واقول له طب يا فندم هستاذن حضرتك في وقت بسيط براجع المشكله، بحيث انه انا ارجع لشخص تاني يقدر ان احنا مع بعض نقدر نحل المشكله او نشوف المشكله فين. ده معناه انه اللي داخل يقدم على وظيفة في مجال خدمة العملاء لازم يكون مدرب نفسيا على التعامل مع فئات أو تركيبات مختلفة من البني آدمين قدامه،
آه ده ولازم طبيعي. اه يعني ولازم يكون آه يعني مش اي حد كمان يشتغل في هذا المنصب. يعني في ناس مثلا هتلاقيها اوريدي عصبيه، اوريدي ما عندهاش سعه الصدر، اوريدي ما بتعرفش تستمع، او لما بتسمع بتسمع عشان عايزه تجهز ترد، هجوميه. دول ما ينفعوش طبعا في الوظيفه دي. فاحنا هنرجع بقى للي بيوظفه اصلا، ان هو ما ده كانش حقيقي. مركز وهو بيعمل له انترفيو او الانترفيو ده حقيقي فعلا. عندي كمان نقطة يعني نقطة مهمة جدا، المفروض ان انا لما بمرن حد على فن التعامل امرنه الاول على فن الاستماع، بعد كده فن الرد، بعد كده يبقى شخص تلقائي. ما يبقاش يعني في ناس بتبقى بترد ردود حقيقي فعلا بتبقى ردود صعبة جدا، يخلي العميل يقول له طب انا مش هتعامل مع الشركة دي تاني صح خلاص، صح وفعلا يخلي العميل يتجه للمشكله انها بقت مشكله شخصيه. صح صح المفروض هنا كمان انا يعني المفروض هنا كمان انه انا كل عميل انا بتعامل معاه على حسب الحاله بتاعته. وان انا كموظف في خدمه العملاء برضو ما اتعاملش مع نرفزته، ان هي حاجه شخصيه لشخصي انا. ده حقيقي فعلا، ده حقيقي. يعني اعتقد ان دي هتبقى رايح جاي بالنسبه للاتنين. ده حقيقي فعلا. انا عندي كمان المفروض على خدمه العملاء كمان، يعني انا عندي في احيانا بيبقوا خارجين متعصبين فيبداوا الصوت نفسه لما انا اجي ارد على التليفون ابقى تنشن. طب ما هو العميل على فكره هيحس انك انت تنشن، ولو مشكلته بسيطه هيكبرها، لكن لو حضرتك لاغي خالص كل مشاكلك وبدات تتعامل في الشغل الهدوء الابتسامه، حتى لو العميل كمان مش قصادك مش قاعد قصادك لازم ابتسامه، لان كل ده بيكون واضح جدا في الردود بتاعتك وفي نبره الصوت نفسها. احنا عندنا مشكله في الابتسامه جدا على فكره. ده حقيقي. رغم على ان فكرة على الابتسامه دي مستوى الناس كلها. يعني انت حتى ممكن تبقي قاعدة في خروجة مع صحباتك وفي واحدة اتمة كده قاعدة في القاعدة، يعني عاملة انا كده فعلا ده حقيقي. لا احنا عايزة بنقول تهزر ولا عايزة دلوقتي تتكلم ولا عايزة. طب انت قاعدة بتعملي ان احنا كلنا بقينا بنبتسم في شاشات الموبايل اكتر ما بنبتسم في صح وشوش بعض، صح صح ودي مشكلة كبيرة جدا. طب خلينا نقول بقى ان احنا في الاخر يعني بشر، ما يعني في ايرورز، في اعطال، مش احنا مش روبوتس. نيجي بقى احنا كده جينا قوي على موظف في خدمه العملاء، عايزين بقى نعمل توازن شويه ونتكلم على اتيكيت تعامل العميل مع موظف خدمه العملاء. يعني برضو في الاخر انا بتعامل مع بني ادم، يعني اكيد في ناس بقى يعني يمكن دي بتبقى ناس منفره جدا بالنسبه لي انا. يعني حتى لو شفت صديقه ليا قاعده وقاعدين في كافيه وبتقعد تتأمر على الويتر وهو جاي بياخد منها طلب او دي بالنسبه لي واحده ممكن انا اقرر ما اخرجش معاها تاني حقيقي. يعني ده حقيقي. ففي بعض الناس بتتعامل باستعلاء غريب قوي وغير مبرر في الحقيقه، ما اعرفش بأمارة ايه، مع موظف خدمه العملاء. يعني هو داخل من الاول اتيتيودو مش مظبوط خالص، يعني كأن موظف خدمه العملاء ده العبد بتاعه مثلا، من ايام عصر العبيد. يعني عنده ذهنيه غريبه جدا. يعني فايه بقى الاتيكيت للناس وهي بتتصل بخدمه عملاء وعايزه يعني تتعامل معاه؟ طب خليني الاول قبل ما بتقدم او اعمل اتصال لخدمه العملاء، خليني الاول لو انا متنرفز جدا يا ريت ما اعملش تليفون في الوقت ده، مش كده؟ او ما اقابلش عميل في الوقت ده. سوري، ما اقابلش خدمه العملاء في الوقت ده. فاهمك. انا متنرفز، هيبان في صوتي، هيبان في ردود افعالي، هيبان حتى في طريقه الحوار نفسه. صح. انا دلوقتي لازم اخد، والله لو انا اخدت ثانيه واحده هلاقي الحوار مختلف كل الاختلاف، لا غير وانا متنرفز مثلا. المفروض ان فعلا خدمه العملاء اكيد كلنا عارفين ان بيبقى عليها ضغوط شديده جدا. انا عندي مشكله، محتاجه اتصل على خدمه العملاء، محتاجه ان انا ما اخلصش التليفون او ما اقومش من خدمه العملاء غير وانا مرضي، وانا المشكله بتاعتي خلاص اتحلت. ولكن انا حتى لو انا ويتنج، المفروض اول لما بترد خدمه العملاء، حضرتك انا بقالي على التليفون وقت وده ما يصحش وده، طيب ما هو كمان بيحل مشكله غيرك، زي ما حضرتك هتاخد وقتك كل واحد لازم ياخد وقته. فهنا انا لازم اتحلى جدا بالصبر، ابدا ان انا احط مكاني، احط نفسي انا مكان خدمه العملاء. انا عليا ضغوط وانا فعلا بيجي لي اتصالات كتير جدا جدا، فلازم ارضي العميل ده ولازم ارضي العميل ده. فلازم انا حتى يكون عندي حتى لين في التعامل. لازم ان انا لما اجي اتكلم معاه لازم اتكلم بكل تواضع وباحترام واوضح المشكله بتاعتي. ولو المشكله صغيره يا ريت ما اكبرهاش عشان اقدر حتى انه انا اوصل حل ليها.
صحيح. بشكرك شكرا جزيلا أستاذة ميرنا صلاح خبيرة الاتيكات، وإحنا كده قلنا الرأي والرأي الآخر، يعني قلنا إيه هو اتيكات اللي بيشتغل في وظيفة خدمة العملاء وتعامله مع العملاء إزاي، وإحنا كمان لما نيجي نتعامل مع موظف خدمة العملاء أكيد برضو في اتيكات ولازم نبقى في مراعاة لبعض المبادئ في التعامل.